بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. راغب عزيز فاعل جمعوي. اليوم أنا كناشد السيد العامل والسلطات المحلية على هذه المشاكل اللي كاينة في جماعة مزورة. ما كنهضرش على ساكنة بويرنحل بوحدها، كنهضر على جماعة مزورة من السكان ولاد موسى، من دوار رمشانة، من المزلفين، من درقاوة، منها ولاد سليم، منها ولاد علي، منها الشياطمق، منها الشرفق، منها دوار بني خلف، دوار القويبعات. هذا راه مشكل واقع لينا حنا من شهر رمضان، وانا كنمشي يوميا للاداره ديال الماء الصالح للشرب. كيقول لك غدا الماء غادي يكون عندكم. شويه قالوا لي رحنا اتفقنا درنا اجتماع غادي نعطيكم الماء من الواحد ثلاث ايام في السيمانه تاخذوا الماء. اليومين هذا من شهر رمضان والماء مقطوع، كيطلقوا الماء كيخلوا هذاك الشيء ديال البرد كيدور وكيحسب الكونتور على المسؤول ولا على العساس ديال العوينه. كيقول لي هاد الشهر راه جاتك 12000، هاد الشهر راه جاتك 16000، وحنا الماء ما عمرنا توصلنا به. انا الناس اللي مراقبين الماء ديال الماء صالح للشرب كنعيط عليهم، كيقول لي عشيه الماء غيطلق. بعد كنسول كيقول لي الماء جا واحد 5 دقائق، معاش مع 3 ديال الليل. واش هاد المواطن غيبقى يتسنى مع 3 الليل تيجي المعاس؟ حشومه حشومه، دار عارض. وباركين ناشدوا في الناس كوفيد 19 كورونا، نظفوا روسكم ديروا الصابون، وفين هو هذا الماء اللي غنغسلوا به؟ فين هو؟ وحقول كورونا ما تدور عندنا حنا. حنا ما معانيش بالساكنه، ما معانيش بالشعب. اليوم كنطلب السيد العامل والمسؤولين، المدير العام ديال المسرح الشرب، نوض دير لجنة دور على الساكنة، عرف هذا الكلام ديالنا واش حقيقي ولا كذوب. والسلام عليكم. جمال رحالي رئيس شباب جمعية بويرنحل. كان الناس تشيدنا بأن الناس كتعاني ديال بويرنحل من انقطاع الماء حوالي تقريبا من هنا من شهر رمضان. كل السيد العامل بانه يشوف لنا شي حل لهذا المشكل ديال الماء. حنا مخلصين فلوسنا وكنخلصوا الفواتير اللي كتجينا في العداد، ورغم ذلك ما كنتوصلوش بالماء. السعدي مصطفى كاتب عام جمعيه التحاشيد للتنميه البشريه والفلاحيه برمشانه. انا كنتقدم بشكايه للسيد العامل من اجل الماء صالح للشرب. حنا كساكنه مخلصين الفواتير ديالنا، كان عندنا الماء عشوائي ديما كيتقطع لنا الماء. مشينا للسيد المدير قال لك غتكونوا جمعيه، كونا جمعيه، خلصنا اموال باهظه لربط المنازل بالعدي الفردي، ورغم ذلك اليوم حنا محرومين من الماء صالح للشرب من تقريبا من رمضان. السلام عليكم. احنا من دوار العزيزيين 4 شهور هذه الماء عندنا، كنخلصوا الفواتير ديالنا وكنطلبوا من السلطات المحليه والاقليميه تدخل لينا في هذا الشيء. اللهم ان هذا منكر، رانا صبوا احتيال، كنخلصوا في رزقنا وما دايرين معنا والو. هذا ممثل دوار ولاد علي، وهذا 4 شهور ما عمرو الماء عندنا جا ولا شنا. حنا كنخلصوا فلوسنا ومقصرين زعما حتى شي حاجه ما مضيعينها، ودابا ما تلاجينا لا ما لا والو. حنا دابا ما عندنا لا هادي لا ديك البهيم عتشانين، الوليدات عتشانين، المسائل ولينا كنمشيو لدواور اتجاه اخر باش ناخذوا شويه تاع الماء حلو باش نشربوه. كنمشيو حساب 4 كيلومتر 5 باش نشربوه. وسيد الوالي الله يجازيك بخير والله يطول عمرك الا ما شوف من حال هاد الجامعات. انا من جامعه مزوره بويرنحل، كنطلب الماء هذه من رمضان ما بقينا شربنا الماء. لا يعقل القادوس دايز من قدام الباب وما مستافدينش به. هذه 4 شهور وحنا نسقيو من البيار، حتى البيار وقعوا، ولينا كنضربوا 5 كيلومتر 6 كيلومتر باش نجيبوا بوديزه ديال الماء. لا يعقل، حرام، والجفاف والحر والموت كهله، وحنا مقطوع علينا الماء. نطلبوا من السيد العامل يتصل ويفك علينا هذا الحصار ديال الجفاف ديال الماء. السيد العامل ديال السطات الله يطول عمره، والسلطات المعنيه بالامر، راه حنا كنضيعوا هنايا بالشر وبالعطش وبالحر.